علينا صحتنا السلام عليكم. زهير عبي ممرض بمصلحة إنعاش كوفيد 19 بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس. الوقفة ديال اليوم كتجي من بعد إقصاء ديالنا من استفادة من تعويض كوفيد اللي منحته وزارة الصحة وأقرته وزارة المالية. تعويض اللي استفادوا منه الزملاء ديالنا بالمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية. التعويض هذا اللي في الحقيقة هو مستحق لشغيلات المركز كافة، لأن المركز هو اللي تحمل ضغط الجائحة منذ البداية. فلا يعقل مصالح مكتظة بمرضى كوفيد وزملاء يعني كدوا وتعبوا من أجل علاج المرضى، فورة توزيع المنحة المركز الاستشفائي لا يستفيد منها. فلا يعقل، هذا إقصاء وهذا استفزاز للمشاعر ديالنا بطبيعة الحال. المجهود اللي درناه في ظل الإمكانيات المتوفرة الهزيلة واليد العاملة الضئيلة، حاولنا نغطيو الخصائص المهول بمجهود مضاعف من الطرف ديالنا، فإذا بينا كنتفاجئوا بإقصاء ديالنا من المنحة اللي الحقيقة هذا استفزاز، كما كنعاود نأكد عليه، استفزاز المشاعر ديالنا وضرب في المجهودات ديالنا اللي كانت منذ بداية مارس إلى حدود اليوم. فهذا تأكيد على أن الإدارة لها أذن صماء، سواء إدارة المركز الاستشفائي الجامعي أو وزارة الصحة اللي هي وصية على القطاع. كذلك الوقفة كتجي بتراكم تأخير التعويضات ديالنا ديال الحراسة اللي يعني تراكم السنوات. والغريب في الأمر أن الاقتطاعات كتكون في حينه، اقتطاع كيكون في يومين في حينه والتعويضات كتأخر بسنوات. والوقفة ديال اليوم كان جات من باش نقولوا لا للإقصاء، لا للتهميش، لا لاحتقار الأطر الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس. تحية نضالية، مستمرون في النضال حتى تحقيق جميع المطالب إن شاء الله.